الوقت الحاضر انا اعتقد اذا نفترض احنا الموضوع راح يمتد لفتره طويله، اذا امتد لفتره طويله انا موضوع بخطوره طبعا، بس كنا احنا نتوقع انه هاي المساله تزول خلال فصل واحد يعني، واتمنى هكذا يعني. تعرف الحوالات اليوم الخارجيه تشكل 90% من الطلب على العمله الاجنبيه. يعني نافذه بيع العمله الاجنبيه او المزاد يسموه هو يمثل 90% من التحويلات، و10% هو دولار نقدي، يعني دولار نقدي الى اغراض تعرف لاغراض السفر داخل البلد، لاغراض الدولره الداخليه تعرف الناس ايضا نعم اللي يعني تسوي هوردنج يعني هذا الاكتناز يعني بالذهب والدولار تعرف كما تعلم. بشكل عام تعرف هناك دوره يعني دوره دولاريه ديناريه صحيح هذا يعني، يعني تعرف العارض للعمله الاجنبيه رقم واحد هي وزاره الماليه من ايرادات النفط، يشتريها البنك المركزي مقابل دينار، هذا الدينار هو بنك الاصدار تعرف بالاساس تمام، واكو عمله مصدره، لكن يمتص هذا الدينار من خلال تعقيم، من خلال عرض الدولار للجمهور وسحب الدينار ويزود به وزاره الماليه، فهي في السايكل دوره يعني بالحقيقه. هل هذه الدوره تتعثر تنقطع؟ حقيقه السياسه النقديه تراقب الموضوع بحذر هذا طبعا. طيب دكتور مظهر، انا حسب علمي دكتور مظهر اباقي مكثفه بهذا، اذا بقى المبلغ نعم. وقلت حضرتك قلت اذا استمر نعم. لفتره طويله راح تكون الى اثار خطيره. زين انا اريد اسال اذا بقى المبلغ قليل، اذا نعم. بقينا نبيع بالعراق 56 مليون اقل من 56 مليون باليوم، وبالتالي الدينار اللي دا يدخل للمركزي دا يدخل اقل، هل هذا ياثر؟ شلون هذا ممكن ياثر على الدوله؟ اكو ناس تقول حتى رواتب الدوله يمكن ما راح تكون عندها، صحيح؟ هي طبعا هاي الصوره شوف طبعا كل واضحه يعني، هي صوره متشائمه جدا يعني. بس انا اتوقع ما راح الازمه طول يعني، اذا طالت طبعا اشهر بعيده خلينا نقول ربما تتسبب هكذا مشاكل، بس المعتقدات انه شيئا يعني. ان المصارف يجب ان تسوي تجارات، والعمله الاجنبيه متاحه ايضا، تعرف اليوم اكبر احتياطات تاريخ العراق، العراق اليوم عنده احتياطات بالعمله الاجنبيه بلغت 115 مليار دولار وهو الاعلى في تاريخ المالي يعني، بس شنو الفائده منها يعني؟ تحقق الاستقرار الاقتصادي منها، فمن مصلحه المصارف اليوم بالحقيقه مصلحه زبائنها ان تسوي تجاراتها بالوثائق النظيفه اللي افتهمتها يعني. تعرف انا هم اراقب يوميا انه بدات تتكيف المصارف للنمط الجديد، ويتوقعون خلال يعني الاسابيع القادمه يكون الوضع احسن يعني. طيب فمع تحسن الوضع بشكل عام الصوره تكون افضل، مع ذلك هاي المخاوف ممكن نمتصها بطريق اخر. طيب الدوله اذا دخلت تاجر كبير يعني هسه يفترض تتحوط هذه المساله، ايضا تساعد السيوله الحكوميه من خلال توفير عرض سلعي بسعر صرف مستقر يعني للسلع الاساسيه والمهمه للجمهور، وبالتالي تعرف اليوم الدينار هو كله عند الجمهور يعني التسرب الديناري عند الجمهور 78% من الاصدار النقدي يعني، وبالتالي ممكن تصير مساعده. فلذلك الدوله يعني مو بس البنك المركزي وانما السياسه التجاريه للدوله يجب تكون حذره وقويه في هذا الجانب. شكرا دكتور. وجهه نظري.